أما بالنسبة لأخبار المحافظات، بورسعيد بتعلن تطوير ميدان الشهيد أحمد أبو العطا ومدخل شاطئ بور فؤاد، ودمياط بتقرر النزول بالحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025. أما في الفيوم فقد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة عن انقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق، وكمان أيضا مديرية الصحة في الدقهلية أعلنت عن توقيعها الكشف على 1285 مريض. أخبار كتير شهدتها المحافظات. في بورسعيد أعلنت مدينة بور فؤاد عن سير العمل في تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهيد أحمد أبو العطا ومدخل شاطئ بور فؤاد بالتنسيق مع أشغال هيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد، وده تماشياً مع خطة التطوير الموسعة اللي بتشهدها المدينة بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أيضاً أصدرت محافظة دمياط قرارات بشأن الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 اللي تضمن النزول بدرجات القبول ل 228 درجة بدلاً من 233 درجة. كما تضمن القرار النزول بتنسيق الالتحاق بفصول الخدمات بالثانوي العام من مجموع 210 لمجموع 200 درجة، وده تحقيقاً لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام. في الفيوم أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة انقطاع مياه الشرب نظراً لوجود أعمال ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة، مما يستلزم قطع المياه اعتباراً من الساعة 12 ظهر اليوم الثلاث حتى الساعة 2 ظهر يوم الأربعاء، والمناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرى الخلدية وتوابعها والجيلاني وتوابعها وأبو شنب وتوابعها والعلوية وتوابعها وكحك بحري وتوابعها. مديرية الصحة بالدقهلية أعلنت توقيع الكشف الطبي على 1285 مريض ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال يومين بقرية موسى العربي التابعة لمركز بلقاس، وضمت القافلة 10 عيادات متنوعة منها 2 أطفال، بطنة، جراحة، عظام، أنف وأذن، رمد، جلدية، أسنان، ونساء وتنظيم أسرة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة إكس راي. كمان محافظة الغربية أكدت أنه بيتم تنفيذ 140 مشروع صرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتة، وده بنسبة تنفيذ وصلت ل 99%، وتم إنهاء 136 مشروع وجاري العمل في 4 مشروعات، وتم خدمة جميع القرى المحرومة بالمركز وعدد كبير من العزب والتوابع. مديرية الطب البيطري بقنا أكدت أنها نظمت حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع ضمن فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع، ونجحت الحملة في تحصين 29614 رأس ماشية على مستوى المحافظة. في سوهاج شهدت مدينة طهطة تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بأطوال حوالي 20,000 متر مسطح تقريباً وبتكلفة حوالي 4 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية 2023-2024 للوحدة المحلية لمركز مدينة طهطة، وده حرصاً على رفع كفاءة الطرق والشوارع بجميع المناطق بمدينة طهطة وساحل طهطة. فأسيوط أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الانتهاء من خطة الإحلال والتجديد الماضية 2023-2024 واللي قدرت بنحو 342 مليون جنيه، وبيتم العمل على تنفيذ الخطة المالية الجديدة اللي قدرت ب 553 مليون جنيه لعمليات المياه والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.